حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في مستجيب يستجيب للتعليمات مستجيب يستجيب لصيحات الجماهير محبينك ومتابعينك يتابعون هذا العرض الكبير على أرضية هذا الميدان وعبر الهواء مباشرة. هذا هو مستجيب راكان بن محسن بن راشد بن محسن بن انديل بن انديل مع الناموس مع مستجيب مع التحديات الأخيرة يعلن وجوده يؤكد تواجد هذا الشعار في هذا المساء مستجيب مع الناموس سلام مستجيب سلام لحظة الوصول مع العرض الكبير قادر وينطلق مع متعب ومع البرق طالب بن فرج بن هادي بن اهلي الارقثران يقدم لنا هنا البرق مع البداية مع اول الاسماء طالب بن فرج بن هادي بن اهلي واسعد الله مساك يا بن اهلي ونزف لك التهاني من هذه اللحظات على فوز البرق طالب بن فرج بن هادي بن اهلي واسعد الله مساك تهانينا والناموس لمالك البرق طالب بن فرج بن هادي بن هليل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ولحظة وصول البرق إلى خط النهاية تهانينا والناموس محمد بالطرجم اسهلي ولكن الله يدعيه الله يدعيه بهذه اللحظات بهذا الفارق الكبير ما يقارب 100 متر عن بقية المشاركين سلام يا ابو سالم سلام يا راعي بارود سلامي على هذا الاداء والتحدي والتنافس القوي الشريف على ارضية ميدان التحدي تعلن التحدي وتعلن الفوز ويقوم راس أو ينتهي راس سلام يدعي سلام والتحية والاحترام على هذا الفوز وساعة وصول التوقيت في خطر مع هذا الأداء الله صحيح بطلة مهرجان المؤسس في شوط الانتاج تعود في هذا اليوم لتثبت للجميع بأنها راعية الشلفة بأنها لا تقهر في ميادين السباقات الله يا نهب نهب تختطف الشلفة بعد مهرجان المؤسس في مهرجان الأمير الوالد أقوى أشواط الإنتاج التنايا نهب يا نهب تهانينا والناموس لراشد بن شابل ولراشد بن ناصر بن شابل وللوالد ناصر بن شابل المسند ناصر بن عبد الله المسند يخطف السيف يا سلام اللحظات الأخيرة تعويض نوضة المسند خطفت السيف دارنا اللي مع النجمات تختالي ما بها حيل وما بها